منذ أكثر من 4 أشهر وفي ضوء الانخفاض المتواصل في أسعار النفط، نادى وزراء النفط في أوبك ولا سيما الخليجيون منهم بضرورة الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط سواء داخل أوبك أو خارجها من أجل إيجاد آلية لضبط الأسعار تكون مبنية على أساس العرض والطلب. أسعار النفط كانت قد تراجعت بأكثر من 35% منذ يونيو الماضي عندما كانت في حدود 115 دولارا للبرميل، لتهوي بعدها وتلامس حاجز 70 دولارا لبرميل خام برنت، فيما هبطت دون 70 للخام الأمريكي. خبراء النفط في العالم يعزون الانخفاض في الأسعار لعوامل عدة أبرزها الارتفاع الكبير في نسبة النفط المنتج عالميا. ما هو أهم هو معرفة أين يتجه السوق وما هي البيانات المتوفرة لدينا في حال خفض الإنتاج كيف سيتحسن، وفي حال الإبقاء أيضا على السقف هل دول أوبك سوف تستفيد أم تتضرر؟ منظمة أوبك وبعد اجتماع أعضائها في فيينا أعلنت ثبات سقف إنتاجها عند حاجز 30 مليون برميل يوميا، وهو رقم لم يتغير منذ ديسمبر عام 2011. سوف نقوم بإنتاج 30 مليون برميل ونراقب كيف سيتفاعل السوق وسنتابع ذلك وفقا لما يستجد. هذا الإعلان انعكس فورا انخفاضا في سعر البرميل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس عام 2010، ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من اجتماع رباعي دعت إليه فنزويلا وضم كل من روسيا والسعودية والمكسيك بهدف الاتفاق على صيغة ترضي كل الأطراف. إحنا ما يهمنا استقرار أو سعر معين بقد ما يهمنا استقرار السعر أو استقرار العرض، لأن استقرار العرض راح يخلق استقرار للطلب وراح يخلق اقتصاد عالمي ينمو وينمو بوتيرة متزنة. وتعتبر فنزويلا وإيران وروسيا من أكبر المتضررين من استمرار الانخفاض في أسعار النفط، حيث كانت هذه الدول تسعى لإقناع أوبك بضرورة خفض الإنتاج لتعادل ميزانيتها كونها ترزخ أصلا تحت أعباء اقتصادية كبيرة.